السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أعزائي المشاهدين؟ إن شاء الله في أحسن حال، يا رب تكونوا تمام. نورتونا متابعين الجدد ومتابعين القدام، أحلى تحية لكم فوق العين فوق الرأس. اليوم معنا درس، اللهم صل وسلم على رسول الله، حول القطعة هذه اللي يخفض الجهد، اسمه يرفع لك الجهد ويخفضه برضه في نفس الوقت. طبعا هذه 1800 وات تتحمل، زي ما هو مسجل في الكاتالوج 1800 وات 40 أمبير، ركز، 1800 وات 40 امبير. طبعا الان نوضح لكم كيف عملها وكيفيه عملها، بعكس القطعه السابقه اللي كانت صغيره 600 وات، اللهم صل وسلم على رسول الله 300 وات، هذه اكبر. طبعا نلاحظ سلكين جايه، نلاحظ السلكين جايه من اللوح، هذا اللوح طبعا زي ما تلاحظ اللوح الشمسي، طبعا معنا 80 وات، الواحد ضعيفه مشويه زي ما تلاحظ، شبكنا لها سلكين. طبعا الدخول نبين لك هنا، طبعا الانبوت، لاحظ معي عزيزي، هذه طبعا دي سي ميس جبناها، لاحظ عزيزي المتابع هنا طبعا الان، لاحظ الان الانبوت، ركز دائما على الدخول الزايد، الانبوت الزايد، قلنا سلك الزايد يكون مع الزايد، والناقص يكون جنبه على طول. لاحظ الانبوت الزايد، ان شاء الله انه واضح، ايوه تمام، هذا الدخول. بينما الخروج الويت، الخروج زي ما تلاحظ مسجل هنا ويت بالانجليزي، يعني الخروج الناقص مع السلك الاسود، والزائد جنبه طبعا، لاحظ الزائد، سلك الزائد هنا طبعا، الزائد هنا، ايوه هنا، لاحظ سلك الزائد. فطبعا القطعه هذه تقدر تتحكم بها، اللهم صل وسلم على رسول الله، المدخلات من 12 فولت الى 90 فولت تقدر تنقص تزود، بينما الخرج يعني تقدر تتحكم به لحد اقصى 18 فولت، 18 فولت معك تقدر تتحكم به. فاحنا طبعا معنا انفرتر 1000 وات، زي ما تلاحظون كم فولت، 24 220، طبعا هذا هو بيور ساين وايف، يعني الموجة المعدلة. فاحنا ركبناه زي ما تلاحظون، اللهم صل وسلم على رسول الله، نشغل طبعا هذا هو، بسم الله، نلاحظ كم الفولت، طبعا هنا 25 فولت، بس مع الفلاش بحكم اني مشغله مش باين واضح، ان شاء الله انه يبان واضح، ايوه 25 فولت زي ما تلاحظ، 25 فولت طبعا. طبعا نجرب عليه الاحمال نشوف هل في كفاءة ما في كفاءة. طبعا في لها مروحة من هنا زي ما تلاحظون للتبريد، في حال سخن شيء يبرد معك، طبعا نحطها بالشكل هذا مؤقت على بال ما نثبتها بعدين، بس نوريكم الفيديو مبدئيا. طبعا الانفرتر شغال الان، نجيب اللمبة هذه طبعا معانا 20 وات الميل، طبعا نشغل نشوف. طبعا هذا الطريقة هذه تنفع الأشخاص اللي يستخدمون في النهار، يعني مثلا تبغى تشغل ثلاجة، تبغى تشغل تلفزيون، تبغى تشغل خلاطة، تبغى، ينفع معك هذه، تجيب من الألواح الشمسية رأسا إلى القطعة، وانفرتر 24، ركز 24 لأنها كبيرة، هذه كبيرة، ما أقل شيء 18 فولت الخرج، ف 12 فولت الانفرتر زي هذا صعب بيحترق عليك، لازم 24، بعكس القطع الاخرى، بعكس القطع الاخرى الصغيره زي هذا 300 وات وهذه 600 وات اللي سجلنا فيها الشرح طبعا. فاللهم صل وسلم على رسول الله، هذه طبعا حجم اكبر 1800 وات، يعني كبير الحجم، يتحمل 40 امبير معك. ف ان شاء الله الفكره انها وصلت، يعني اذا حاب تشغل مثلا اي شيء في الصباح، تشغل ثلاجة، تشغل تلفزيون، تشغل لمبات، مروحة، مكيف صحراوي، تشغلها عن طريق هذا، تستغل معك لوحين 150 وات تشبكها، سواء كان على التوالي أو التوازي، بس أنا أفضل التوازي. التوازي ليش؟ لأنه يضاعف الأمبير معك، يصير معك 20 أمبير يشتغل. إن شاء الله نجرب، بسم الله، طفين الجهاز وشبكناه، بسم الله، لاحظ كيف اشتغل ما شاء الله تبارك الله، الميل طبيعي ما في اي اشكالية. طبعا
طبعا هنا 24.89 فولت. طبعا انا عدلتها على 25 فولت عشان يكون في عزم، ما يكون في اي مشاكل. نفصل الميل. الان طبعا معانا الشاشه هذه، طبعا الشاشه هذه طبعا 60 واط تسحب. نجيب طبعا الانفرتر زي ما تلاحظ عزيزي المتابع، شبكناه بسم الله، لاحظ 25 فولت. اسمحكم الفلاش انا شغال عليه الان ما يبان شيء. لاحظ اللهم صل وسلم على رسول الله، اللمبه اشتغل، نشغل بسم الله، لاحظ كيف اشتغل طبيعي ما في اي اشكاليه. هذه طبعا زي ما تلاحظ طبيعي اشتغل. لاحظ اعزائي المشاهدين، نشغل بسم الله، نروح على الفيديو نضغط بسم الله، اشتغل طبيعي معنا ما في اي مشاكل. زي ما تلاحظون ما شاء الله تبارك الله سليم. الفكرة يعني نقدر نشغل شاشة، نقدر نشغل لمبة، كلها على الوات معك. اذا معك وات يعني الواح شمسية، معك مثلا 3 ألواح شمسية فوق في السطح، تقدر تشغل عليها تلفزيون، تقدر تشغل ميل. اذا زودت 4 ألواح تقدر تشغل ثلاجة، تقدر تشغل لمبة والشاشة، كذا يكون معك تمام، الأمور طيبة. هذا هو طبعا الانفرتر، اشتغل المروحة شيء طبيعي بيشتغل على الأحمال. هذا برضو القطع، طبعا المروحة ما اشتغل لأن ما في عليها أي حمل، التلفزيون ما يعتبر حمل كبير. إذا كان 200 واط 150 واط تشتغل معك تمام. وهذا هي طبعا، طبعا هذه القطع هذا حق الفولت، تقدر تتحكم تزود الفولت من هنا. انما هذا الاثنين خاص بال، اللهم صل وسلم على رسول الله، بالامبير. الامبير تقدر تخلي 30 امبير 20 امبير، كل الاثنين هذا خاص بالامبير، بينما هذا خاص بالفولت، اقدر اخلي 50 فولت 30 40 الى اخر. هذا هي طبعا شغال سليم ما شاء الله تبارك الله. الان نشغل الشاشه مع اللمبه نشوف. طفيها طبعا، طفي من هنا ايضا. خريج التوصيله هذه طبعا عشان نجي الرب. هذه التوصيله طبعا جبناها، نشبكها بسم الله، نشغل الكهرباء الان نبدا نشغل. طبعا شبكنا الشاشه طبعا زي ما تلاحظون، هذه طبعا الشاشه اللمبه بسم الله، نجرب نشوف تشتغل ما تشتغل. هذه طبعا اشتغلت سليم، متأكد زي ما تلاحظون سليمة ما شاء الله. الآن طبعا من الألواح الشمسية رأسا إلى الغطعة، ومن الغطعة يحولها إلى الإنفرتر وتشتغل. الآن نجرب الميل مع بعض نشوف. طبعا تقدر تحمل حتى كما كان معك، بس اهم شيء على الوات، الالواح الشمسيه معك فوق كثير يتحمل، معك ضعيف ما بيتحمل على حسب. بسم الله، هذا السلك الاول، هذا الثاني، الالواح الان معي 80 وات فمش ذاك المطلوبه الكبيره يعني. لاحظ اعزائي المشاهدين ما شاء الله اشتغل. هذه الشاشه وهذه الميل زي ما تلاحظون، بس في ضعف، ضعف بسبب الالواح، بس الفكره مستمره. اذا كان معي لوح زياده بيشتغل زي ما تلاحظ، طفي بسبب الالواح الشمسيه ضعيف معي، لان 80 واط صعب. هنا معك 60 وهنا 20، لازم يكون في فايض زايد يعني عشان يشتغل معك طبيعي ان شاء الله. فكل ما زودت الالواح تمام، تجيب لك 4 ألواح 150 واط على القطعه يشتغل معك تمام. ثلاجه بيشتغل، ثلاجه كبيره طبعا بيشتغل، شاشه بيشتغل، اناره، يعني امورك طيبه ان شاء الله، بتكون سليمه ان شاء الله. فزي ما قلنا متابعين الكرام، كل ما زودت الواح كثيره
يكون افضل لك، زود الواح 4 على حسب القطع طبعا. قطع عندك زياده مثلا 1800 واط زود الالواح. طبعا ركز على الامبير، الامبير هذا 40، 40 يعني اي ما يعادل 4 الواح، سواء كان 300 واط او 150 واط، لانه يختلف معك في الوات، بينما الامبير يبغى ثابت. هنا 9 كل لوح 9 وال10 لا تحسب، يعني 4 الواح يبغى لك، سواء من 300 واط او من 200 واط او من 150 واط على حسب استطاعتك. تشبكها مع القطعه والقطعه تحول لك الى الانفرتر، والانفرتر ان شاء الله يشتغل معك طبيعي سليم زي ما تلاحظون. ان شاء الله الفكره انها وصلت بسيطه، وكل ما تزود الواح زي ما قلت تشتغل معك سليم، سواء ثلاجه سواء اللهم صل وسلم على رسول الله خلاط، سواء 3 شاشات 4 شاشات عادي يشتغل، لان الشاشه ما تسحب 60 واط. والثلاجه اليوم ايضا للمعلوميه ما تسحب 100 واط 80 واط الحديثه، بعكس القدام. القدام اللي قبل 20 سنه قبل 15 سنه كانت تسحب من 1 كيلو من 600 واط، بينما اليوم معدل الحمد لله اصبح التكنولوجيا والعلم مسهل يعني الحمد لله. ان شاء الله ان الفيديو نعجبكم ونال اعجابكم، والفكره بسيطه يعني ما هي صعبه، لان اصلا يعني اللهم صل وسلم على رسول الله كلها زي ما قلت يعتمد على القطعه اللي معك والالواح. قطعه كبيره زي هذا 1800 واط 40 امبير، تزود الى يوصل معك 40 امبير 30 امبير تكفي للغرض، بعكس هذه القطع الصغيره هذه 300 واط، الصغيره هذه 300 واط 9 امبير، وهذه 25 امبير 600 واط، يعني محصورات تكون بس حلوه. ال 600 واط تعتبر معقوله يعني، بس هذه ما شاء الله تبارك الله تريح الواحد، تشغل عليها طبعا كاويه، تشغل عليها غساله، تشغل عليها ثلاجتين، تشغل 4 شاشات 4 مراوح، امورك طيبه ان شاء الله تشتغل طبيعي. ان شاء الله ان الفكره انها وصلت، و اللهم صل وسلم على رسول الله. نطفي الان طبعا زي ما تلاحظون طفيناها، وفي نهايه الفيديو لا تنسوا الصلاه والسلام على رسول الله، واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه لكي نستمر معكم ونوافيكم بكل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.